مشاهدين الكرام، أهلا بكم إلى النشرة العربية على التلفزيون الوطني لجمهورية الصومال. ومن أبرز العناوين: رئيس الجمهورية يعزي في وفاة الدكتورة حاوى عبد الإبلاوي، عمدة بلدية مقديشة يفتتح تدريبا حول بناء قدرات العاملين في مجال التعليم، محكمة القوات المسلحة تقضي ببراءة الصحفي أبوجا، مؤتمر حول تنمية المياه بولاية جلمدوق يعقد في مدينة لوسمريبا. الصليب الأحمر اللبناني يتحدث عن عدد قتلى انفجار بيروت. أما الآن مشاهدين الكرام فإلى تفاصيل النشرة، ومعكم عمر فارح. بعث فخامة رئيس الجمهورية محمد عبد الله فرماجو برقية عزاء ومواساة إلى جميع المواطنين في وفاة الدكتورة حاوى عبد الإبلاوي التي توفيت الليلة الماضية في العاصمة مقديشو. وأشاد الرئيس فرماجو بمناقب فقيدة الوطن التي سخرت وقتها ونفسها ضواعية منذ فترة طويلة في خدمة شعبها، لا سيما مساعدة الأسر الفقيرة من المجتمع، حيث بذلت جهودا جبارة لإنقاذهم في الأوقات الصعبة التي مرت بها البلاد، وأثر ذلك على حياة الآلاف العائلات مما يعكس طموحها الكبير في تدوير بلدها وشعبها. وسأل فخامة الرئيس الله العلي القدير أن يرحمها ويتجاوز عنها ويجعل جنات الفردوس منزلها، وأن يلهم الصبر والإيمان لأسرتها والشعب الصومالي بشكل عام. وفي سياق آخر، أعربت الحكومة الفيدرالية عن تعزيها القلبية لأسرة وأقارب الدكتورة حاوى عبد الإبلاوي. جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الإعلام والثقافة والسياحة صباح اليوم الأربعاء. وقال البيان: كانت الدكتورة حاوى عبدي أما صومالية رحيمة، وسيذكرها التاريخ لخدمتها الإنسانية والصحية للفقراء في الأوقات الصعبة. وأضاف البيان: إننا إذا نشاضركم الألم والحزن في رحيل الدكتورة حاوى عبدي، فإننا نبتهل إلى الله عز وجل أن يغفر لها ويتغمدها بواسع رحمته ويلهمكم وأسرتكم الكريمة الصبر والسلوان. يشار إلى أن المرحومة حاوى عبدي أنشأت مركزا لرعاية الأمومة والطفولة في ضواحي العاصمة، حيث يوفر الرعاية الصحية المجانية للأمهات والأطفال الصوماليين. افتتح محافظ بنادر وعمدة بلدية مقديشة وسيد عمر محمود محمد اليوم الأربعاء ورشة عمل تدريبية حول توجيه بناء قدرات العاملين بمجال التعليم في البلدية. وشارك في مناسبة الافتتاح التي جرت في مقر دائرة التعليم لبلدية مقديشو بمديرية حمر ويني نائبة المحافظة للشؤون الاجتماعية والتوعية سيدة بصمة عامر جاكيتي وبعض مدراء الدوائر في البلدية، بالإضافة إلى موظفي دائرة التعليم. وحثت السيدة بصمة جاكيتي الموظفين المتدربين على مضاعفة جهودهم والاستفادة من الدورة التدريبية. وتمنى عمدة بلدية مقديشو للمتدربين حظا سعيدا في تدريبهم، وحثهم على مشاركة ما تعلموه في التدريب مع الأجيال الأخرى. برأت محكمة القوات المسلحة الوطنية اليوم الأربعاء الصحفي محمد عبد الوهاب أبوجا من التهم الموجهة إليه والمتعلقة بالانتماء إلى صفوف ميليشيات شباب المرتبطة بتنظيم القاعدة. وقال رئيس المحكمة العقيد حسن علي النور شوته إن المحكمة قضت بتبرئة الصحفي أبوجا من التهم المنصوبة إليه وإدلاق سراحه من السجن فورا إذا لم تكن هناك تهم أخرى موجهة إليه. وأضاف العقيد حسن علي النور شوته أن الحكم قابل للضعن فيه. نظمت وزارة الطاقة والمياه بولاية جلمدوق مؤتمرا تشاوريا حول خطة تنمية المياه في الولاية. وشارك في المؤتمر مسؤولون من مكتب رئيس الوزراء ووزارة المياه والطاقة في الحكومة وخبراء في قطاع المياه، بالإضافة إلى مسؤولين في إدارة مدينة لوسمريب حاضرة الولاية.
وقال وزير المياه والطاقة بولاية جلمودوغ محمود عبد أحمد إن المؤتمر يساهم بشكل كبير في سبل تنمية المياه بالولاية. وأشار مدير دائرة المياه أحمد محمد حسن إلى أن الخطة تهدف إلى تنمية الموارد المائية في البلاد بالتشاور مع المختصين في المياه. وبدوره رحب نائب عمدة المدينة لشؤون الاجتماعية عبد الحكيم عبد الله ورسمه بإقامة المشاريع التي تهدف إلى تنمية المياه في الولاية. وسيساهم المشروع في حال تنفيذه في حصول السكان المحليين بولاية جلمودوغ على المياه النظيفة والكافية. قال رئيس الصليب الأحمر اللبناني اليوم الأربعاء إن عدد القتلى جراء الانفجار الهائل الذي هز بيروت أمس الثلاثاء بلغ 100، وإن كثيرا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض. وذكر جورج كتاني أن الصليب الأحمر ينسق مع وزارة الصحة كي تستقبل المشارح الجثث، لأن المستشفيات لم تعد قادرة على استقبال المزيد. وكان الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني قد أعلن في تصريح أن أعمال الإغاثة مستمرة، ما رفع عدد القتلى إلى نحو 100، فيما تجاوز عدد الجرحى 4000 جريحة الآن. إلى هنا مشاهدين الكرام تنتهي النشرة الإخبارية، وكان معكم في الهواء عمر فارح، أترككم في أمان الله حتى نلتقي مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله.